تعال نعمل مع بعض سريعا كده طبق شوربه لطيف وجميل، شوربه الفاصوليا الخضراء بديله للفول الاخضر. حل على النار جاهزه، بحط فيها معلقتين نعمين زي ما هي عينيه حلو، معلقتين من زيت الزيتون، حلو قوي، بحط معاهم مكعب من الزبده والمقادير على الشاشه. ايه الصوره الحلوه بتاعت الفاصوليا دي بتاعت خير ارضنا، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. مكعب زبده، حلو، معايا بصلية ناعمه صغيره، عينيه، الله الله، ننزل بالفاصوليا. الفاصوليا على فكره دي جايه اكياس مجمده، ولازم تفك الكيس اللي هي بالشكل ده كده، ما بتاخدش وقت كتير في السوى. فاصوليا مفيده جدا، الالياف بتاعتها بتعالج مشاكل الامساك اهو، بتريح القولون، من الخضروات اللطيفه على المعده، بس اشتريها طازه وخضره ولطيفه. لازم تقمعيها كويس، اشيل حبات الفاصوليا اللي مزعله المخرج دي من هنا. ونقلبهم كده، خلصت الشوربه. ما انا هنا يعني واقف على ارض صلبه زي ما بقولوا، مبسوط ليه؟ معايا حله بتغلى على النار، مطمئن قلبي. شفت التقليبه دي؟ عايز احافظ على اللون وخضار الفاصوليا، رشه ملح. خلصت الشوربه، كزبره خضراء. معايا حله بتغلى على النار فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل. خلص طبق الشوربه سريعا، هنغرفه هنا بالشياكه واللطافه. حلو قوي. طيب لما يكون عندك مطبخ لطيف زي ده كده، وانت مأمنه على كل حاجه معاكي، فلازم ما توقفيش كتير في المطبخ. بص بقى الشقاوه، بص على الشقاوه. الله، هو ده. هنشيل دي كده، يلا فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين حبايبي. اللهم صل على النبي، يلا هو ده حلة الخير، فيها كل الخير. خلص الكلام، ألف هنا وشفا. لا لا لا، ولا نشا ولا حليب ولا دقيق، أنا عايزها كده عيني. شفت بقى ليه؟ عشان ناكل بقية الأكل. ما احنا لو حطينا لها نشا ودقيق والجو اللي هو بيدي ربط للشوربه وقوام مع الاكل اللي انا عامله ده كده، لان فيه بطاطس، فمش هينفع ان احنا ايه نكمل السفره بتاعتنا. اما في حاله لما تكون هي طبق رئيسي او ان هي ما فيش غيرها على السفره، مفيش مانع لو جبت معلقه دقيق او معلقه نشا دوبتيها وحطيتيها في قلبها. طبق الشوربه جاهز، جربيها. يا سلام لو عندك جنزبيل بقى، جنزبيل طازه، تجيبي حته صغيره كده وتفرميها او تبشريها وتحطها مع الشوربه دي، هتدعي لي. شايفه الخضار بتاع الفاصوليا؟ كانها لسه طالعه طازه زي الفل، ما سودتش ليها مغازي، لان وهي على النار انا حطيت لها شويه ملح، ده الطبيعي عشان تحافظي على خضار وجمال لون الخضار والنضاره بتاعته، سواء بروكلي سواء فاصوليا، اضافه الملح قبل التسويه. We'll be right back.